قبل ما ابدا الفيديو انا عاوز اقول لك ان الانمي النهارده مش عادي، اقسم لك بالله حماس ومتعه الى ما لا نهايه. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام، وتركز معايا في البدايه علشان تستمتع بالنهايه، ويلا بينا نبدا. ده هو ماتياس، ولد عادي رايح يقدم على مدرسته السحريه، وهو ماشي في الطريق بيحس بوحش داخل عليهم وبيقول للسواق عليه. السواق بيقول له وحش ايه يا عم، احنا في منطقه شعبيه واستحاله وحش يوصل لنا هنا. بس مره واحده وحش عملاق بيهجم عليهم وبيكون خلاص هيقتلهم، بس ماتياس بيطير على الوحش وبيقتله. السواق بيتصدم ومحدش كان فاهم حاجه، بس واحده واحده هتفهم يا صديقي. المهم ماتياس بيوصل اخيرا على المدينه وبيبدا يستكشف فيها، وبيروح بعدها على الحداد علشان يشتري منه سلاح. بيلاقي بنت واقفه هناك كده وبتكلمه، بتقول لي الحداد بالله عليك تصلح لي السيف بتاعي بسرعه، التقديم على المدرسه بكره ولازم ادي لها السيف. بس الحداد بيقول لها مستحيل الحق، لازم واحد يوفر لي سحر علشان اعمل السيف بتاعك، واستحيل الاقيه دلوقتي. البنت بتفضل تتحايل على الحداد اكتر، والحداد ما عادش عارف يعمل معها ايه. ماتياس بيسمعهم وبيروح عليهم، بيقول له انا هوفر لك السحر علشان تعمل لها السيف. الحداد بيقول له يا ابني ده مستحيل عليك، وبالذات انك صاحب الشاره الرباعيه الفاشله، ولو افترضنا يعني مثلا انك قدرت توفر السحر لازم على الاقل يومين علشان السلاح يخلص. البنت بتقطع كلامه وبتقول له انا موافقه. الحداد بيتصدم وبيقول لها انا ماليش دعوه بقى لو خسرت جوهرتك، فبتقول له انا خلاص وثقت فيه، وشكلها هتلعب يا معلم. بيقعد الاثنين مع بعض وبيتعرفوا بشكل رسمي. البنت دي اسمها الما وبتعمل السيف لصاحبتها لوري، وعلى سيره لوري اهو الامر وصل اهوت. ماتياس اول ما بيشوفها بتعجبه البنت وبيعرف نفسه ليها بكل توتر، ولوري لما بتشوفه بتعجب بيه برضه وبتعرف نفسها بكل توتر، وشكل التوتر بقى متبادل يا عمي. الما بتعرفها بماتياس وبتقول لها ده اللي هيعمل لك السيف بتاعك. لوري بتفرح جدا وكانت في قمه السعاده. وبعدين الحداد بيوصل بيقول لماتياس السيف اهوت يا عم ورينا هتعمله ازاي. ماتياس بيقول له اتعلم يابا، وبيركز طاقته على السيف، وفي اقل من ثانيه بيقول له خلصت. البنات اتصدمت وقالت له خلصت ايه يا عم انت لحقت تمسكه. ماتياس بيقول لها جربيه بس وبعدين اتكلمي. لسه لوري هترفع السيف بتلاقي شق الطاوله في ثانيه، هو على وضعك يا ماتياس يا جامد. الحداد بعدها بيعجب بماتياس وبيقول له بالله عليك اشتغل معايا، بس الواد ما بيرضاش. بيعدي الوقت بسرعه وبيجي اخيرا موعد امتحان القبول في المدرسه. بيمتحنوهم شويه امتحانات كده وبعدين بيدخلوهم مبارزه علشان يشوفوا مهاراتهم. لوري بتستخدم السيف الجديد بتاعها وبتشق السيف لخصمها في ثواني، وبكده لوري فازت. بتطلع على ماتياس بعد الماتش وبتشكره على السيف الجامد بتاعه. الممتحن بينده بعدها على ماتياس، والمفروض ان ده ميعاد المباراه بتاعته. بيدخل الحلبه وبيلاقي قائد الفرسان هو اللي ضده. ماتياس بيقول له امال فين المنافس بتاعي، ولا ما تهزرش وتقول لي انت. القائد بيقول له طالما انت ابن كاستر يبقى لازم تلعب واحد قدك، وما تقلقش لو عجبني مستواك هنجحك في باقي الاختبارات. ماتياس بيتعصب من اسلوبه وبيقول له قشطه، بيهجم عليه بكل قوته ولكن القائد بيضربه. ماتياس بيبص له ويضحك كده وهوب بيضربه تاني وبيطير له سلاحه. القائد خسر واستسلم، ورسميا ماتياس الفايز في القتال. ولوري والما كانوا في قمه السعاده، وبعد اختبار السيف بيبداوا يعملوا الاختبار السحري. لوري بتقف كده والمفروض انها تدمر الخمس اهداف اللي قدامها، بتبدا تقول التعويذه وبتدمر الاهداف واحده ورا الثانيه. بس ماتياس كان واقف كده ومتضايق علشان هي بتقول التعويذ وهي بتضرب، والتعويذ دي بتاخد وقت وينفع تتهاجم بكل سهوله. المهم لوري بتخلص على اهدافها والكل بيمدحها على شارتها الهجوميه، ومسمينها شاره المجد يعني. الممتحن بينده على اللي بعدها واللي هو ماتياس يعني. بيدخل على الحلبه والممتحن بيبص على ايده بيلاقيها الشاره الرباعيه، وبيقول له ما تزعلش بقى لو خسرت هنا، كده كده لسه شويه اختبارات ويمكن تنجح. وده لانهم مسمين شاره ماتياس الرباعيه بشاره الفشل. بس ماتياس بيقول للممتحن طب ابعد شويه بس عن هنا علشان ما تتاذاش. الممتحن بيستغرب كده ولكن بيسمع الكلام. ماتياس وقتها بيفعل تعويذه قويه من غير ما يتكلم، وهوب بيصدم الكل بيها وبيضربها، المكان بالكامل بيتفجر، وكده ماتياس بينجح في الاختبار. المهم بعدها الواد بيلبس بدله المدرسه وبيستعد لحفله الدخول، ولوري هي كمان بتلبس هدومها، والبنت قمر في اي حاجه. الما بتاخد بالها من الاثنين دول وبتقول لهم اروح اشرب شاي انا بقى يعني ولا ايه. بعدها بيقفوا الطلاب في حفله الدخول، والمدير بتاع المدرسه بيطلع علشان يوجههم. اول ما بيطلع المدير بيرحب بالكل وبيقول لهم الاتي، المدرسه دي بتتحدد بمهاراتك، مكانتك الاجتماعيه، شرطك، اي حاجه من دي ملهاش اي لازمه بالنسبه لي، اهم حاجه تشتغل على نفسك علشان تثبت وجودك، وبس كده كفايه عليكم. وقبل ما بيمشي المدير بينده على ماتياس وبيقول له تعالى على المكتب بتاعي بعد نهايه الاحتفال. الواد بيترعب بعدها كده وبيقول هو انا عملت ايه؟ معقوله هتطرد من اول يوم؟ اكيد في حاجه غلط. وهوب المدير من وراه بيقول له اتفضل. ماتياس بيدخل جوه ومستني المدير يتكلم. المدير بيقول له بص يا ابني انت هزمت قائد الفرسان وعملت تعويذ من غير كلام، وشكلك جامد جدا، هو علشان انا عارف ابوك وكده ما شكتش فيك ولا في قوتك، بس انا عاوز منك طلب، عاوزك تساعد المدينه ديت. ماتياس بعدها بيطمن علشان مش هينطرد. بيقول للمدير انا استغربت فعلا بعد ما شفت الطلاب وهم بيقولوا التعويذ قبل ما يهجموا، هم ليه ما بيستخدموش التعويذ الصمت
المقطع. المدير بيقول له التعويذ ديت مهارة منسية ومحدش شغال بيها دلوقتي. ماتياس بيقول له والسبب؟ المدير بيحكي له على اللي حصل، بيقول له احنا في المملكة هنا بنصنف المدرسة الثانية في السحر، وعلشان كده المدرسة الأولى هي اللي بتحدد ازاي الطلاب يتعلموا، وهم شالوا التعويذ الصامتة وخلوا الكل يرجع للتعويذ العادية. ماتياس بيقول له طيب والحل ايه؟ المدير قال له لازم نفوز عليهم في منافسة المدارس كمان شهر، وعلشان نفوز عليهم محتاجينك تعلم الطلاب والمدرسين هنا الإلقاء الصامت، وكلنا تحت أمرك. ماتياس بيوافق وبيبدأ يعلم الكل بمهاراته. المدرسين بيجمعوا الطلاب كلهم وبيقولوا لهم على اللي هيحصل، وإن ماتياس هو مدرس الكل النهارده وهيعلمكم التعويذ الصامتة. العيال كلها ما بتكونش مصدقة، بس واحد من المدرسين بيوري لهم اللي اتعلمه، والكل طبعا بينبهر وبيقرروا يسمعوا الكلام. ألما بتتعلم بسرعة وبتصيب أهدافها بكل سهولة. الطلاب هم كمان بدأوا يتعلموا، ولكن لوري بتخلص طاقتها السحرية ولسه مش قادرة تتعلمها، فماتياس بيستغل الفرصة وبيروح عليها بيمسك إيديها. لوري بتقول له أنت بتعمل إيه؟ ماتياس بيقول لها بنقل لك سحري بس مش أكتر، وانقل يا باشا ولا يهمك. لوري بعد ما طاقتها بترجع بتتحمس وبتخلص على هدفها بكل براعة، والبنت بعدها كانت في قمة السعادة. بس طبعا أنت عاوز تعرف يا صديقي إزاي ماتياس ده جامد كده؟ تعالى بقى لما أقول لك ليه. من 5000 سنة كان في محارب شجاع جدا، طاقته السحرية كبيرة جدا، بس دايما مش راضي عن شارة المجد بتاعته، وعاوز الشارة الرباعية بدلها، وعلشان ياخد الشارة ديت عمل تعويذة طلعته 5000 سنة قدام، هو بقى ماتياس دلوقتي. ويلا بينا بقى نكمل الحكاية. المهم بعد شهر بقى بيجي وقت المنافسة ما بين المدارس، بيروح ماتياس والبنات على الاستراحة، وبيبدأوا يدرسوا في الخصم بتاعهم. لوري بتقول لهم يا رب نكسب السنة دي بقى، كل سنة واحد من المدرسة التانية طاقته بتزيد وبنخسر البطولة، بقى لنا 65 سنة بنخسر، هما تقريبا ما وراهمش حاجة غير الخسارة. ماتياس في الوقت ده بيحس بطاقة حد مشؤومة جوه، وبيسأل البنات عن الشياطين. لوري بتقول له الشياطين مش موجودة دلوقتي، ولو واحد بس منهم ظهر المدينة كلها مش هتقدر تهزمه. ماتياس بيتعصب وبيطلع يمشي علشان ينافس اللي ضده، وبيقول في باله أكيد في حاجة غلط. وأول ما بيطلع الحلبة بيلاقي التلاتة اللي ضده بيعيبوا عليه، وبيقولوا له واحد بشارة الفشل جاي لنا، أمال فين بقية زمايلك يا ابني؟ أكيد هم عارفين إنكم هتخسروا فعلشان كده مجوش. ماتياس بيسكت كده وبيعرف حقيقة الشخص اللي بيتكلم، ده مش بشر عادي، ده شيطان بيمثل إن واحد منهم. ماتياس بيتوعد له وبيقول أنا هقتلك. الحكم بيعلن بداية المنافسة والعيال بتهجم بكل قوتها على ماتياس، بس على فين يا معلم؟ بيكسر عظمهم والاتنين بيخسروا، وكده ما عادش غير ماتياس والشيطان. الشيطان بيقلق بعدها وبيفعل تعويذة من غير ما يتكلم. ماتياس بيتأكد من حقيقته، والجمهور كمان بياخد باله. ماتياس بيهجم عليه تاني بكل قوته، والواد ما عادش عارف يعمل حاجة، بيصد هجماته بالعافية وبيقول لماتياس بعدها انت ازاي قوي كده؟ ماتياس بيقول له انت اللي ضعيف مش اكتر، وبيفعل طاقته وبيضربه بتعويذة بترجعه لشكله الحقيقي. الواد بيتصدم والجمهور بيترعب بعد ما بيعرف حقيقته. مدير المدرسة بيأمر الطلاب تروح مكان آمن، والكل بيجري من المكان، والشيطان وقتها بيترعب وبيفعل تعويذة وبيحاول يهرب. بس على فين يا معلم؟ ماتياس بيجري عليه بسرعة وبيخلص عليه بضربة واحدة. مدير المدرسة بيشوفه وبيتصدم من قوته، وشكلها هتولع دلوقتي. بعد عزيمة الشيطان بتجمع السحر عليه علشان يتأكدوا من الخبر، ولوري بتروح طبعا على ماتياس وبتحضنه، وشكل العلاقة ما بينهم بدأت في التطور. بعدها الملك بيطلب ماتياس علشان يكافئه نتيجة لهزيمة الشيطان، والمدير بيروح معاه طبعا وبيحكي كل اللي حصل للملك. الملك بعدها كان عاوز يكافئ ماتياس ويديله قطعة أرض من المملكة، بس ماتياس بيرفض بأدب وبيطلب طلب تاني بداله، وهو إمكانية دخول الدماس والحصول على ثرواته. الملك استغرب من طلبه كده، ولكن في الآخر بيوافق. بعدها الملك بيسأل ماتياس عن الشياطين وإيه الخطة الجاية بتاعتهم. ماتياس قال له بعد هزيمة واحد منهم في العلن الشياطين هتعلن الحرب علينا. الملك اترعب. ماتياس قال له ما تقلقش، هم علشان يجمعوا كل قواتهم محتاجين 3 شهور لسه، واحنا لازم نحمي المملكة في الوقت ده مش أكتر. الملك بيقول لماتياس وهل هو هيقدر يعمل كده في الفترة ديت؟ ماتياس قال له ما تقلقش، شهر واحد كفاية. الملك طبعا بيتصدم من جرأته في الكلام وثقته بنفسه، وعلشان هو الوحيد اللي هزم شيطان في المملكة بيقرر يعينه قائد على الوحدة اللي هتدافع عنها. بيروح بعدها ماتياس على خزينة الدولة لأخذ بعض الممتلكات السحرية، واللي هتساعده طبعا في شغله بعد كده. بياخد من الخزينة سيف سحري وكمان قلادة كده هتضاعف نقاط خبرته اللي هيكسبها من الدماس. بيطلع بعدها على البنات علشان يعرفهم انه هيروح على الدماس علشان يزود طاقته. لوري وألما كانوا مصدومين كده ومش عارفين يساعدوه ازاي. ماتياس وقتها بيقترح عليهم ينضموا معاه في مغامراته. البنات كانت خايفة كده لما تقدرش انها تساعده، بس ماتياس بيطمنهم وقال لهم ما تقلقوش انا هعلمكم القتال. لوري وألما اتحمسوا كده واتفقوا يروحوا معاه. بينزلوا فعلا على الدماس وماتياس بيعلمهم القتال. بيجري كده بسرعة على وحش صغير وبيجيبه قدام ألما، بيقول لها طلعي القوس بتاعك واضربيه. والبنت كانت مستغربة كده ولكن بتوافق، بتركز طاقتها السحرية وهوب بتخلص على الوحش بسهولة، وكانت مصدومة طبعا هي ازاي قتلته. بيخليها ماتياس بعدها تركز طاقتها وتحس بالرابط ما بينها وما بين السهم، بتضرب السهم بعد ما بتسمع كلامه والسهم بيغير مكانه وبيصيب الوحش اللي
خرج من بقع عمياء ليها، وده طبعا لان ألما عندها شهرة الاساس والمخصصة في الرماية. ماتياس بيقترح عليها تتدرب اكتر في الدور ده، والبنت طبعا بتوافق وبتدور على اي وحوش تانية علشان تقتلها. لوري بقى هي كمان بتتحمس وبتقول لماتياس علمني، بياخدها فعلا على جدار كده من الدماس وهوب بيفجره، بياخد جزء من الحطام وبيعمل عليه تعويذة بتحوله المادة كده وبيعلمها لوري. البنت بتتعلم بسرعة فعلا، وبعدين ماتياس بيشرح لها اللي بيحصل، بيقول لها انت شارتك هي شارة المجد وعندك القدرة على صناعة الاسلحة بالاضافة الى القاء السحر، يعني انت مخزون لا نهائي للاسلحة. لوري بتتحمس كده وبتبدأ تحول المعادن على شكل سيوف. ألما بترجع لهم تاني كده بعد ما زودت طاقتها، وبتتصدم من التطور اللي لوري وصلت له، ولكن كل ده طبعا لان ماتياس هو اللي معلمهم. بينزلوا بعدها للطابق العاشر، وقوة ألما ولوري بدأت في التطور كمان وكمان لدرجة انهم استطاعوا هزيمة ذئب سحري ظهر قدامهم فجأة. ماتياس بعدها بيعمل حاجز كده علشان البنات ترتاح فيه، بيقول لهم انا هنزل انا بقى للطابق ال25 وانتم خليكم هنا مرتاحين. البنات بتتصدم بعد ما بتسمع الرقم ده وما بيكونوش مصدقين. 25 ايه يا عم، ده على طابق نزلوا له هنا هو ال23 وكان 40 مغامر. ماتياس بيقول لهم ما تقلقوش، وبينزل فعلا بيقتل في كل الوحوش اللي بتقابله، وبيقول لسه بدري انا لازم انزل اكتر. بينزل اكتر فعلا وبيلاقي العنصر اللي محتاجه، بيلاحظ بعدها وحش قوي وبيقول بس هو ده فارستي. بينزل على مكان الوحش وبيخلص على كل الوحوش الضعيفه قبله، بيوضح نيته وبيعلن ظهوره للوحش وكانه بيقول انا مستنيك هنا. زعيم الطابق بيظهر وهوب ماتياس بيفاد هجومه الاول، التعبان بيهجم عليه تاني وبيهشم الارض من تحته، لعاب التعبان بيسيلوها كمان والارض بتتاكل. ماتياس بيقول بس هو ده اللي انا عاوزه، وبيهجم بعدها على الوحش وبيقطع جزء منه. الوحش بعدها بدا يحس بالخطوره وبيهجم على ماتياس بكل شراسه، بينجح الوحش انه ياكله بس ماتياس بيفجره، بيجمع قوته في السيف بتاعه وبيهجم على الوحش تاني ولكن ما بيتاذاش، وشكل الوحش ده جامد اخر حاجه. ماتياس بيقول ما بيدهاش بقى وبيكسر حجر سحري كده من الاحجار اللي جمعها، طاقه الحجر بدات تتجمع على سيف ماتياس وشكل الوضع بقى اخر جمدان. بيهجم على الوحش وهوب بيخلص عليه وبيدمره. البنات بتحس بالضربه وبيفكروا زلزال حصل ولا حاجه، اتنين من الشياطين هما كمان حسوا بالضربه ولكن ما عطوش للموضوع اهميه. ماتياس بيطلع بعدها على البنات وبيوري لهم الوحش اللي قتله، العيال وقتها بتترعب جدا وبتصوت من المنظر وشكلها هتولع دلوقتي. بعدين بقى ماتياس بياخد الوحش اللي قتله وبيوديه على النقابه، وده علشان يستفاد منه وياخد مكافاه القضاء عليه. البنت اللي واقفه في النقابه بعد ما شافت حجم الوحش وشها قلب واترعبت منه، والظاهر ان النقابه دي مش هتقدر تتحمل تكاليفه اصلا، فماتياس بياخد كل اللي معاهم وبعدين بيمشي. سيب لهم حاجه يا ابني حرام عليك. واثناء ما كان ماشي هو وألما ولوري كانوا بداوا يتقسموا الغنائم، وطبعا ماتياس علشان عادل بيقسمهم بالتساوي. العيال طبعا كانت فرحانه ومحدش كان مصدق كميه الفلوس اللي جمعها، ولكن فجاه ماتياس وهو ماشي بيحس بطاقه مشؤومه كده. ألما ولوري هم كمان بيحسوا بالخطر وبيقولوا له معقوله؟ ماتياس بيقول لهم ايوه، في شيطانين واقفين في السماء وشكلهم هيهجموا علينا. وفي السماء كان الشيطانين واقفين فعلا، واحد منهم اسمه أشريل وطاقته كبيره جدا، اما الشيطان الثاني فهو الخدام بتاعه وطاقته اضعف منه. ماتياس في الوقت ده كان قاس طاقه الشيطانين وعمل خطه علشان يقتلهم. قال لألما ولوري انا هواجه القوي فيهم وانتم هتواجهوا الشيطان الثاني. البنات كانت قلقانه علشان عمرها ما واجهت شيطان قبل كده، بس ماتياس بيشجعهم وبيقول لهم انتم دلوقتي تقدروا تواجهوه. البنات اتشجعت فعلا وبدات المعركه. ماتياس بيطلع على الشيطان باستخدام تعويذه الطيران وبيديله التحيه. أشريل اللي بيعرف ان ده الشخص اللي قتل واحد منهم وبيقول له هقتلك دلوقتي. ماتياس كان واقف كده وبيدرس تحركاته ومش مديله اهميه. أشريل اللي بيهجم عليه بالسحر النار، ولكن ماتياس بيصد سحره، بيتحكم في السحر بتاعه وبيرد له التعويذه وبيحرقه. الشيطان بعدها بيتعصب وبيجري ورا ماتياس علشان يقتله. ألما ولوري هم كمان بيشتتوا انتباه الشيطان الثاني والكل بيتفرق. أشريل اللي بعدها بيكون مفكر ان هو اللي فرق ماتياس عن صحابه وبيقول له اجهز بقى علشان هتموت، غلبان والله مش عارف اللي فيها. بيهجم بعدها على ماتياس بكل قوته، بس على فين يا معلم، الواد بيفادي كل هجماته بسهوله وبيديله واحده في ظهره بتريحه. الشيطان بعدها بيعالج نفسه وبيعرف ان اللي بيواجهه شخص مش عادي، بيحاول يطير لفوق ويهرب بس ماتياس بيكهربه. الشيطان بيترعب وبيجمع كل قوته تاني وبيحاول يهرب، بس ماتياس بيفعل عليه تعويذه وبيخليه يقعد ما يقومش. وعلى وضعك يا ماتياس يا جامد. في نفس الوقت ده ألما ولوري كانوا بيواجهوا الشيطان ومزهقينه في عيشته، كل شويه ألما تحدفه بالسهم يشوش حركته وبعدين يهربوا. ماتياس بياخد باله منهم وبيكون فرحان جدا، بيروح بعدها على الشيطان التاني وبيخليه يعملها على نفسه. الشيطان بعد ما بيعرف ان سيده مات بيحاول يهرب، بس على فين يا معلم، هوب ماتياس وراه بيقطع جناحه وبيخلص عليه هو كمان. وبكده ماتياس وفريقه قضوا على الشياطين واسمهم هيسمع في المملكه بالكامل. الناس بتتلم طبعا على المكان ومحدش كان مصدق. ماتياس استغل كلامهم واخد البنات في الجو وطار على الملك، هو جمال جمال والله. بيوصلوا على الملك فعلا وبيعرفوه باللي حصل. الملك بيقترح يكافئه ولكن ماتياس ما بيرضاش، عيب برضه كل شويه ياخد مكافاه من الملك. بيخلي البنات بقى هي اللي تختار مكافاه ليها، وألما بتقول انا عاوز الفلوس
الفلوس. الملك بيقول لها ليه؟ الفلوس عمرها ما بتبوظ وبيكون ليها فايدة دايما وليها استخدام مهما طال بها الزمن. الملك بيعجبه تفسيرها وبيوافق على طلبها، ولوري طبعا بتطلب زيها. بس وفجأة وهم قاعدين ماتياس بيحس بشخص كده قاعد بيراقبهم. بيستأذن الملك وبيكلم الشخص ده وبيهدده، بيقول له انت مفكر اني مش عارف انك بتتصنت علينا ولا ايه؟ لو ما اتكلمتش دلوقتي هخلص عليك. الشيطان ما بيتكلمش، فماتياس بيستخدم عليه تعويذة وبيكهربه. الملك بيتعرف على الصوت وبيطلع ان ده قائد الحراس هنا، واللي اتضح ان هو كمان كان من جنس الشياطين. ماتياس في الوقت ده كان حدد مكان الشيطان وعرف هو قاعد فين، بس المكان اللي قاعد فيه بعيد جدا وهيستغرق اكتر من نص سنة بس علشان يوصل له. بس انت بقى متخيل ان الكلام ده هيأثر على ماتياس؟ لا والله، ماتياس بياخد البنات كده على مكان مهجور. العيال مصدومة وبيسألوه هو واخدهم فين دلوقتي، بيقول لهم ما تستعجلوش شوية وهتعرفوا. بيفضلوا ماشيين شوية كده لحد لما اخيرا بيوصلوا. البنات اترعبت، شايفة تنين قدامهم. ماتياس بيتقدم علشان يكلمه. التنين بيكلم ماتياس بالتخاطر وبيقول له لو اتقدمت خطوة هقتلك. الواد ما بيفرش معاه كلامه وبيتقدم برضه. لسه التنين هيقتله راح ماتياس لغى التعويذة بتاعته بكل سهولة، والتنين حرفيا اتصدم. سأل ماتياس وقال له ما تهزرش، انت تعرف واحد اسمه غيس؟ اوعى تكون هو. ماتياس بيقول له ايوه انا غيس، بس دي عادة تجسيدي. التنين وقتها اترعب جدا وتحس انه كان بيتذلل علشان ما يقتلوش. ولو رجعنا شوية بقى في الماضي فده كان تنين من ايام زمان، حاول يهجم على ماتياس ويقتله بس معرفش، وماتياس وقتها عفى عن حياته وسابه ومشى. نرجع بقى للحاضر بعد ما التنين بيعرف حقيقته وبيعتذر على كلامه من شوية. بيقرر ماتياس يعفو عنه وبيعرفه هو عاوزه ليه. وبالمناسبة كده التنين ده اسمه ايريس وهي تنينة يعني مش تنين. ماتياس بيعرفها انه ناوي يروح على مكان الشياطين ويقتلهم وعاوزها تكون وسيلة المواصلات بتاعته. ايريس بتوافق على اقتراحه والدنيا بقت اخر روقان. الواد بيندع بعدها على البنات وبيعرفهم بايريس، وحرفيا البنات كانت هتموت من الصدمة. ماتياس بعدها بيستخدم تعويذة اصلاح على جناح ايريس وبيعالجها علشان تطير بيهم بسرعة. بيركبوا على ظهرها فعلا وبيتجهوا الى وكر الشياطين للقضاء عليهم والقاء التحية، وشكلها هتولع من هنا. وفي المكان اللي رايحه ماتياس كان في شيطان واقف كده وبيراقب اي حد بيقرب. بيطلع له ماتياس من فوق فجأة وهوب بيشقه النصين. طيب اديله فرصة يرد حتى؟ لا مفيش الكلام ده. المهم ماتياس بيستنتج بعد ما بينزل على الارض ان في هنا شيطانين، واحد جوه البرج ده وطاقته ضعيفة، اما في واحد تاني بره وعنده طاقة جبارة. بيدخلوا على البرج ده وماتياس بيفعل تعويذة للتواصل ما بينهم، بيتكلموا بالتخاطر وماتياس بيشرح لهم الخطة. بيدي اللوري تعويذة كده وبيقول لها تطبقها على الشيطان. البنت بتسمع كلامه فعلا وبيبدأوا في التنفيذ. بيدخلوا على مكان الشيطان كده ولكن ما بيكونش في حد نهائي. ماتياس بيلاحظ انه مستخدم تعويذة اخفاء وبيعرف البنات عليها، بيقول لهم على مكانه وبيخليهم يشوفوهم كمان. الما بتوجه السهام بتاعتها ناحيته ولكن الشيطان ما بيتحركش ومفكر انهم عمرهم ما يشوفوه، بس سهم الما بيطير عليه وبيصيبه بكل سهوله. الشيطان بعدها بيتصدم، قال هو ازاي كده؟ انا متاكد ان تنكري كان مثالي. ماتياس قال له ده تنكر عره زيك مش اكتر. الشيطان بيتعصب من كلامه وبيبدا يهجم على ماتياس بكل قوته. الواد بيفاد ضربات يمين شمال ومحدش قادر له. الما في الوقت ده كانت عماله بتضرب الشيطان من ظهره. الشيطان ما بيديش اهميه لضربات الما وكانها مش فارقه معاه. تتوالى الهجمات من كلا الاطراف لحد لما الشيطان بيلاقي سرعته قلت وما عادش قادر يتحرك. واللي حصل ان لوري كانت عملت التعويذه اللي ماتياس عطاها لها على الاسهم، والتعويذه ديت بعد كميه معينه منها بتشيل حركه الجسم وبتخليه ثابت في مكانه. الشيطان بعدها بيعرف انه كده ميت ميت وبيقول ما بدهاش بقى، وهوب بيعمل تعويذه بتضخم سحره وبتخليه بالشكل ده. والتعويذه دي بتستنفس طاقه حياه الشيطان من ناحيه ولكن بتديله قوه كبيره جدا من ناحيه تانية. الشيطان بعدها بيحاول يضربهم والعيال بتجري منه، بينجح انه يوصل لهم، وهوب كل ده بيطلع وهم اصلا من صنع ماتياس وبيقول له بقى هو ده التنكر اللي زي الناس. بيخلي الما بعدها تضربه بكوسه وبتقتله فعلا، وبكده ما عادش غير الشيطان القوي الموجود بره. ماتياس بيقول للبنات تقعد على ظهر ايريس وتتفرج من فوق. بيسالوه عن السبب فماتياس بيقول لهم ده فارستي، ده على اساس ان كل دول كانوا عصافير يعني. المهم بيطلعوا فوق وماتياس بيجهز للشيطان، بيطلع حجر سحري كده وبيكسره. طاقه الحجر بتجتاح المكان كله والبنات مصدومه ومش فاهمه حاجه. بيطلع كمان حجرين زيه وبيكسرهم، والتعويذه ديت ماتياس عملها علشان تخلي الشيطان يظهر بالعافيه. الشيطان بيظهر فعلا وبيكلم ماتياس وبيقول له عاش عليك يا بطل، بس انت اللي حفرت قبرك بايدك. ماتياس بيقول له تمام وبيعمل تعويذه على نفسه. الشيطان بعدها بيهجم على ماتياس بكل قوته، والظاهر ان ده قوته كبيره جدا. ماتياس بيصد هجماته والشيطان بيهجم عليه تاني، بيقطع دراع ماتياس وخلاص شكلها النهايه. لسه راح يقتله بيلاقي الدراع رجع لمكانه تاني. الشيطان بيتصدم وبيقول له هو ازاي كده؟ انت مستحيل تكون بشري. ماتياس بيقول له انا سبتك تعورني قبل شويه بمزاجي، وعلى فكره انت ضعيف جدا، وبيهجم عليه وبينجح يعوره بسيفه. الشيطان بيشوف سم مكان الجرح وبيفكره نفس اللي
راح بصاحبه، بيعمل تعويذه بعدها علشان يهرب، بس ماتياس بيمسكه، بيعمل تعويذ التشتيت ولكن برضه ماتياس بيبوظها. بعدها السم بيبدا مفعوله، واتضح ان ده بيجذب الطاقه السحريه من الفضاء وبيبوظ طاقه الجسم السحريه. ماتياس بعدها بيكسر حجر طاقه كده كمان، والشيطان بيمتص الطاقه وحجمه بيكبر وهوب بينفجر زي البالونه، وعلى وضعك تاني وتالت يا ماتياس يا جامد. بعد المعركه بقى ماتياس بيلاقي حجر سحري عملاق قدامهم، والظاهر ان ده كان هدف رحلتهم اساسا، فبالحجر ده يقدر يعمل الحاجز على المملكه ويمنع دخول الشياطين ليها. المهم بياخدوا الحجر معاهم وبيفرحوا والدنيا تمام. واثناء ما كانوا راجعين للمملكه كانت ايريس بتسال ماتياس عن اللي هتعمله بعد ما توصل، وهل بجسمها ده هتعرف تدخل المدينه اصلا ولا لا. وعلشان كده ماتياس بيقترح عليها تاخد شكل انسان وهو هيدخلها الاكاديميه بتاعته ويهتم بيها هناك، واهو يبقى عنده وسيله مواصلات ببلاش. بينزلوا على الارض فعلا، وايريس بتتحول لفتاح اثناء او بلهاء يعني مش عارف، بياخدوها على المدرسه وبيطلبوا من مديرها تنضم معاهم. المدير طبعا بيوافق ولكن بشرط واحد، وهو انها تجتاز الاختبارات السحريه زيها زي باقي الطلاب. ماتياس بيوافق على الكلام ولكن بشرط برضه، وهو انه يكون واقف معاهم اثناء الاختبار، وهو طبعا كان كل همه يحميهم من قوتها لو خرجت عن السيطره ولا حاجه. المهم ايريس بتبوظ الدنيا في امتحانها الكتابي وما بتحلش تقريبا اي حاجه، بس في امتحان المبارزه السيف بتاعها بيطير من ايديها وبتجري علشان تجيبه. قائد الفرسان بيستغل الفرصه وبيروح علشان يضربها، بس البنت بتمسك سيفه بايديها بكل سهوله ومن غير اي مجهود، وحرفيا القائد كان هيعملها على نفسه. بتضربه بالسيف تاني كده وهوب بتنتصر في القتال، وحرفيا البنت دي مسخره. الامتحان الاخير بقى كان اختبار الرمايه واصابه الخمس اهداف دول، وهنا كان ماتياس خايف على المدرسه مش خايف على ايريس. بتبدا بعدها تضرب الاهداف ولكن الطلقه بتاعتها بتلف وبتخبط في المدير وكل اللي واقف معاهم. يا بنت الحوله ده شكلها هتدمر الدنيا فعلا. بتضرب تاني على الاهداف والطلقه بتنحرف مسارها وبتنفجر في السماء، وحرفيا دي قنبله مش طلقه، والمدير كان هيعيط من قوتها. اخر محاوله بقى ايريس بتقرر تعمل زي ما ماتياس قال لها، بتحط ايديها على الارض وهوب بتدمر المكان باهدافه، وحرفيا المدرسه ما عادش فيها حته سليمه، بس المدير وقتها بيترعب من طاقتها وبيقرر يقبلها، وحرفيا كان صعبان عليا والله. ومن هنا ايريس بتنضم للاكاديميه وبتبقى واحده منهم. بعد فتره بقى بتبدا طلاب الاكاديميه في دخول الدماس والتنقيب عن اي معادن يحتاجوها لصنع الحاجز، بس بسبب نقص الطلاب اصحاب شارات المجد العمليه كانت بطيئه جدا، وعلشان كده بتوصل مدير الاكاديميه الثانيه انه لازم يضم طلاب الاكاديميه الاولى ليهم ويساعدوا بقيه الطلاب في جمع الموارد. بس رئيس الاكاديميه الاولى كان رافض الفكره نهائي، وكان بيقول للمدير ان طلابه هم النخبه واستحاله يشتغلوا عند واحد زيك. المدير ما بيعرفش يرد على كلامه، وبيوصلوا لحل وسط ما بينهم، وهو انهم هيعملوا منافسه ما بين طلاب المدرستين، واللي هيفوز فيهم هيمشي كلامهم على الثاني. بس رئيس المدرسه الاولى كان حاطط شرط واحد، وهو ان ماتياس والفريق بتاعه ما يشاركوش في المسابقه، وده لانه عارف قوته وبيخاف منه. المدير كان متردد يوافق، بس ماتياس قال له ما تقلقش انا اللي مدرب الطلاب. بتتعمل المنافسه فعلا، وطلاب المدرسه الاولى بيوصلوا على المكان. عددهم كان كبير جدا، والظاهر انهم واخدين الموضوع بشكل رسمي. اعضاء الاكاديميه الاولى بيدخلهم كمان على المنصه، وبيكون عددهم خمسه بس. يا نهار ابيض على الاستهزاء، ماتياس شكله واثق في تعليمه. مدير الاكاديميه الاولى كان عمال بيستهزئ بيهم ومستنيهم يخسروا علشان يفضحهم، بس وعلى عكس المتوقع الخمسه بيستخدموا التعويذ الصمت وبيخلصوا على كل طلابه، وحرفيا العيال اتعجنوا. مدير المدرسه الاولى كان متعصب جدا ومرضاش يوافق على النتيجه، اعترض على الكلام وبدا يزعق ويشتم في المملكه. الملك هنا بيسمعه وبيأمر الجنود تاخده على السجن. بعدها الملك بيأمر طلاب الاكاديميه الاولى ينضموا للاكاديميه الثانيه، والوضع بقى اخر روقان. بعد انضمام الطلاب في جمع الموارد الوضع بقى سهل على الكل، وفرقه ماتياس دلوقتي بقت جاهزه علشان تعمل المهمات الصعبه بنفسها. ماتياس بياخدهم يدربهم في بعض الطوابق العميقه وبيخليهم يتعلموا التعاون ما بينهم. المولوري كانوا متناغمين جدا مع بعض وبيقتلوا الوحوش بكل براعه، بس ايريس كانت لسه مش عارفه تتحكم في قوتها ولا عارفه تقاتل، والبنت دي كل ما بشوفها بضحك تلقائي. بيفضلوا ماشيين شويه كده، وبعدين ماتياس بيقول لهم على اللي عاوزه، وهو حجر سحري اكبر من 60 سنتي هيستخدموه كدعامة لصنع الحاجز وكده، بس علشان يلاقوا الحجر ده لازم ينزلوا طوابق اعمق من هنا، او في حل تاني اسهل وهو استدعاء وحش هنا ويخلصوا عليه وياخدوا الحجر منه. بيتفقوا على الحل التاني وبيبداوا فعلا علشان يستدعوا الوحش، بيعملوا الطقوس ولوري بترسم التعويذه، وماتياس طبعا بيساعدها او بيستغل الموقف يعني. بيجي بقى دور ايريس علشان تزود الدايره بالطاقه، بس ما بتعرفش المفروض تعمل ايه وبتدي لها طاقه كبيره جدا. البنت دي عبيطه يا جدعان والله. ونتيجه لكده بيتم استدعاء وحش كبير بيدمر الطابق اللي هم فيه، وبيطلع الوحش ده تنين في الاخر. ايريس دي عسليه والله. ماتياس بعدها بيحط خطه للقضاء عليه وبيبداوا ينفذوها. ايريس بتشد انتباه التنين والما ولوري بيحدفوه بالسهام، وماتياس هيجهز التعويذه اللي هتخلص عليه. بيستمر الوضع كر وفر من هنا لهناك لحد لما اخيرا ماتياس بيجهز التعويذه. بينده بعدها على ايريس وبيقول لها تعصب التنين وتخليه يضربهم بالنار بتاعته، وهو طبعا هيستغل الفرصه ويقتله. البنت بتعصبه
فعلا والتنين بيضربهم بكل قوته. ماتياس بيستخدم قوته ضده وهوب انفجار موزو يقضى على التنين ومحامل وجود. وعظمة العظمة والله. ايرس بعدها بتجيب حجر السحر وتبقى في قمة السعادة. بعدها ماتياس بيقترح عليها انها تنضم لفريقهم والبنت عجبتها الفكرة وبتوافق، ده على اساس انها ما كانتش في الفريق يعني. بيطلعوا بعدين بقى على المدرسة علشان يتدربوا ويزودوا التعاون ما بينهم. ماتياس بيجهز لهم المكان كده والكل بيتحمس. الما وايرس بيبداوا في التناغم وايرس بتحاول تتعود على جسمها البشري، اما ماتياس ولوري فبيعملوا اسلحه ليهم علشان تساعدهم في القتال. بيعرفها ماتياس بطريقه صنع الاسلحه ولوري بتفهم، بتبدا تجرب الطريقه بتاعته. الاسلحه بتجهز فعلا وكل واحد بياخد سلاحه. لوري بتجرب سلاحها في الاول على صخره كده وحرفيا بتدمرها. الما هي كمان بتستخدم القوس بتاعها وقوتها بقت في مستوى تاني. ايرس هي كمان بيعملوا لها رمح بيخزن قوتها، بتجري على الصخره فعلا وهوب بتدمرها هي وكل اللي وراها. حرفيا ايرس دي على الله حكايتها. بيجي بقى دور ماتياس اخيرا وبيقول لهم انتم التلاتة عليا يلا، وبيفضلوا بعدها يتدربوا استعدادا لغزو الشياطين والكل كان في قمه السعاده. تاني يوم بقى المدرس بيجمع طلاب كتيره وبيحفزهم علشان في شياطين هتهجم عليهم النهارده. بيروحوا على ديماس بعدها لجمع الموارد والكل بدا في التعاون. ماتياس هو كمان كان عمال بينقل في المعادن لمكان الختم وشكله مش فاضي. المولوري بيحسوا ببوابه شيطانيه ظهرت في الغابه وبيعرفوا ماتياس بيها. الواد بيقترح عليهم يقتلوا الشيطان اللي هيخرج منها، والبنات كانت قلقانه جدا علشان عمرهم ما حاربوا شيطان لوحدهم. بس ماتياس بيطمنهم وبيقول لهم ما تقلقوش انتم دلوقتي هتقدروا عليه. العيال بتروح فعلا على مكان البوابه وبيستنوا الشيطان. لوري بتجهز السهم بسحرها قبل ما الشيطان يظهر. البوابه بتكبر فعلا والشيطان بدا في الظهور. الما بسرعه بتحذفه بسهم وبتخلص عليه مره واحده. لسه ما لحقوش يفرحوا شيطان تاني بيظهر. الما بتضربه تاني بس المره دي السهم بيجي في كتفه ما بيموتش، بيهجم عليهم ولكن لوري بتشق النصين. واحلى بنتين دولي ولا ايه؟ البوابه بعدها بتختفي وما عادش شياطين هتيجي من هنا. البنات بتفرح جدا وبترجع على ماتياس وبتعرفه باللي حصل. ماتياس بيمدحهم والبنات كانت في قمه السعاده. ماتياس بعدها بيحس بطاقه الشياطين عند المدرسه وشكلهم بداوا في هجوم تاني. المدير مع عدد كبير من الطلاب كانوا مستنيين الشياطين وعارفين انهم هيظهروا من هنا زي ما ماتياس قال لهم بالظبط. المولوري هم كمان بيوصلوا وشكلها تقلب مدعكه. بوابه بتفتح كده والشيطان بيظهر قدامهم وشكله اقوى من الباقي بمراحل. بيجمع قوته وبيضرب كل الطلاب بسحر النار الشيطاني، ولكن وعلى عكس توقعه العيال بتصد هجماته ومفيش حد اتاذى. الشيطان بعدها بيتعصب جامد وشويه من الطلاب بيحاولوا يهجموا عليه بس الهجمات ما بتوصلش. الما هي كمان بتحاول تصيبه بسهمها ولكن بيمسكه. كده ما عادش غير حل واحد وهو ان لوري تعمل لها سهم يقدر يوصل له. الشيطان بيهجم تاني والعيال بتصد هجماته. لوري عماله بتحاول تصنع في السهم ولكن بتفشل كل مره. حست خلاص انها مش هتقدر تعمله، خلاص كانت هتستسلم. ولكن وقتها العيال بيقولوا لها احنا واثقين فيكي، انت هتقدري تصنعيه. وقتها لوري بتجمع طاقتها بتشتعل من الحماس وبتعمل لهم السهم فعلا. بتعطيه لألما وبوم بتضرب بيه الشيطان. الشيطان بيفاد السهم ولكن ألما بترده له تاني وبتصيبه. بعدها بيقرب من مدى الضربات والطلاب بيقتلوه وبكده اول شيطان بيكون اتهزم. الطلاب كانوا في قمه السعاده ولكن الفرحه لا تدوم الى الابد. شيطان تاني بيظهر من فوقهم وبيفعل قوته عليهم والواضح انه اقوى من اللي قبله. شياطين كتيره كمان ظهرت والعيال خلاص في ذمه الله. المولوري بيقوموا هم بيرتعشوا وبيجهزوا علشان يقتلوا حتى لو ده يعني موتهم. بس انت متخيل ان حد من الشياطين دول هيقدر يعمل حاجه يا صديقي؟ لا والله. ماتياس بيخلص على واحد منهم وبيظهر في نصهم بيقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم نبدا المدعكه. الاول التاني خمسه مع بعض، ايه يا ابن العظمه ديت؟ ماتياس شغال قتل في الشياطين واحد ورا التاني ومحدش قادر يلمسه. بيخلص عليهم كلهم فعلا وبينزل على الطلاب. وخف عظمه بقى يا ابني شويه. المولوري بيجروا عليه بعدها وبياخدوه بالحضن. بيشكرهم ماتياس على اللي عملوه والعيال بتفرح. بيروح بعدها ماتياس على مكان الحاجز وبيفعله اخيرا. طاقه الحاجز بتغمر المملكه كلها والسكان كانوا في قمه السعاده. الما كانت فرحانه كده ومفكره بقى انها خلاص كده اتعشت النهارده وهتنام بسلام. بس ماتياس بيقول لها دي كانت البدايه بس، الحاجز والشياطين اللي قتلناها هيجذبوا انتباه اعداد كبيره جدا من الوحوش على هنا ولازم يتقتلوا دلوقتي. المدير بيجمع الطلاب وبيطلعوا علشان يقتلوا الوحوش هما كمان. بيهجم عليهم اعداد كتيره فعلا ولكن العيال قوتها زادت وبيخلصوا على اللي بيقرب منهم. وحوش تانيه كبيره بتظهر وبتبدا في الهجوم. فبعدها بتدخل ماتياس وفرقته. بيامر المدير بالانسحاب وبيسمع الكلام. وانا والله ما عدتش عارف بقى مين المدير فيهم. ماتياس بيحدف ايرس على احدى الوحوش كده وبتقتله. ما بالراحه على البنت يا ابني. المولوري هما كمان بيضربوا اتنين منهم وبيخلصوا عليهم. ولكن وفجاه وحش كبير تاني بيظهر وبيبدا في امتصاص الوحوش اللي جنبه. ماتياس بياخد باله من الوحش وبيسيبه يمتصهم فعلا. بيحدف له بعدها كام بلور الطاقه كده وبيقول له هات اخرك يلا يا ابني ارحمني بقى. الوحش بياخد الطاقه فعلا وبيكشف عن شكله.
أستاذ عملاق جاهز لقتل أي حد قدامه. ماتياس بيحط خطة وبيجهز علشان يخلص عليه. أيريس بتجري عليه بسرعة وبتقطع رجليه. الواد هو كمان بيضربه معاها والوحش حرفيا اتنرفز. المولوري مفكر إنهم كده يهزموه ولكن دي البداية مش أكتر. الأسد بيجدد نفسه كأن مفيهوش أي إصابة. ماتياس بعدها بيتحمس وبيقول له تمام قوي. بيجهز تعويذة قديمة وبيضرب الأسد بيها. التعويذة بتفضل تضعف كمان وكمان والوحش ما عادش قادر يستحمل. ماتياس بينقض عليه بهجوم تاني وبيطير دماغه. وبكده ماتياس قتل الأسد والكل كان مذهول ومرعوب من قوته، حرفيا قوته لا تصدق. بعدها ماتياس بيبص على المدينة كده من بعيد وشكله ناوي يسيبها. بيروح على مدير الأكاديمية فعلا وبيعرف إنه هيمشي. المدير كان عارف إن ده هيحصل في يوم وبيقول له تمام، بس أنا عندي حل ليك أفضل من كده. أنا مش هطردك من المدرسة، لا أنا هبعتك في منحة دراسية، يعني من الآخر كده يفضل في تواصل ما بيننا، وده لأنك هتكون عون للمدرسة هنا من ناحية، وهساعدك في الأمور المادية أو المخالفات اللي ممكن تعملها من ناحية تانية، يعني كده منفعة متبادلة للأطراف. ماتياس بتعجبه الفكرة وبيوافق على كلامه. لوريب بعد ما عرفت إنه هيمشي كانت زعلانة جدا ومش عارفة تقول للمدير إيه. بيقترح المدير عليهم يعمل لهم منحة هما كمان ويروحوا معاه، والعيال ما بتترددش وبتوافق. وبعدها بيستعد ماتياس وفريقه لاستكشاف العالم الخارجي وبينطلقوا طبعا في رحلتهم. ومن هنا بقى بتبدأ متعة الأنمي يا صديقي. بعد ما بيطلع ماتياس على مغامراته مع البنات بيقرر يروح على مدينة كده مبنية فوق الدماس، وده لأن في حياته السابقة عمره ما سمع عن كده وحاسس إن في إنة في الموضوع. بيقرر يروح من خلال غابة كده والبنات كانت خايفة منها ومرعوبة، وده لأنها مشهورة بالوحوش وغيره. بس الكلام ده على مين؟ ده احنا معانا ماتياس ابن الجامدين. بيروحوا على الغابة فعلا وماتياس بيقرر يسيبهم ويصطاد الوحوش لوحده، وطبعا كل الوحوش لما بتشوف قوته بتخاف منه إلا قرد كده بيهجم عليه، وانتم طبعا عارفين اللي هيحصل له. بعدها بياخد ماتياس القرد على البنات وبيطلع لهم خنزير بري كده كان اصطاده في طريقه. بيطبخوا أكلهم والدنيا بقت تمام، وقلما بقى كان عليها شوية ملوخية ما تتاكلش الصراحة. المهم بيكملوا رحلتهم وبيطلعوا من الغابة، بيوصلوا على مدينة الدماس ميلكيا. بيدخلوا عليها بيلاحظوا حاجة غريبة جدا، عمود الإنارة ده مش متصل بحجر سحري، ده شغال مباشر من حاجة كده اسمها وريد التنين، وكده العمود ده ممكن يتفجر في أي لحظة. وفعلا العمود كان جاب آخره وانفجر فيهم، بس الحمد لله ما حصل لهمش حاجة. لوري بعدها بتتعصب وبتروح على البياع اللي جنبهم وبتقول له أنتم سايبين العمود ده ليه؟ مش خايفين على الناس اللي هنا؟ البياع قال لها أنا آسف يا بنت والله، بس كل ده بأوامر حاكم البلدة، أخذ كل الأحجار السحرية اللي على العمدان وقال إنها هتفيد وباعها، وساب باقي العمدان تنفجر كده في المواطنين وما عندهوش أي مشكلة. ماتياس وقتها بيشك في الحاكم وبيحس إن البلد هنا بايظة أو بتحكمها الشياطين. بيروح بعدها على النقابة علشان يقدموا فيها ويعرفوا إيه الدنيا هنا. البنت اللي هناك كانت رافضة وبتقول لهم أنتم أطفال وأنا ما انصحكوش بكده، بس ماتياس بيقول لها ما تقلقيش واعملي الرخصة بسرعة. لسه هتعملها بتلاقي واحدة بتفتح الباب وبتصوت، بتطلب المساعدة من اللي واقف وبتقول لهم أكتر من 40 مغامر اتصاب بجروح خطيرة ومحتاجين أي حد علشان نعرف نعالجهم. بتسأل على أي حد عنده تعويذة شفاء ولكن مفيش حد بيوافق إلا طبعا ماتياس. بيقول لها خدينا على مكانهم. بيروح فعلا على المكان وبيتصدم من العدد، دكتور واحد بيعالج في كل الحالات ديت ومش ملاحق على حاجة. بيسأل عن بقية الدكاترة. البنت بتقول له إن الملك طردهم وكان بيقول عليهم مضيعة للفلوس مش أكتر. ماتياس بيتعصب، بيقرر ينقذ الكل وبيبدأ يستخدم تعويذة بيحدد بيها الحالات على حسب خطورتها. بيكتب جنب كل حالة ترقيمها. بيروح بعدها علشان يعالج أخطر واحد فيهم ولكن الدكتور بيوقفه، بيقول له أنت مفكر إنك هتعرف تعمل حاجة مع الحالة دي؟ سيبه وشوف غيره وإلا هتضيع طاقتك على الفاضي. بس أنت متخيل إن ماتياس هيضيع حاجة على الفاضي يا صديقي؟ لا والله. ماتياس بيقول له اخرس واتعلم وهوب بيعالج المصاب بكل سهولة. الدكتور بيندهش منه وبيبدأ يسمع كلامه ويعالج الحالات على حسب ترقيمه. البنات كمان بتنضم ليه وبيقدروا ينقذوا كل المصابين من غير ما حد يموت. جمدان يا مان. الدكتور بعدها بيروح على ماتياس وبيشكره على اللي عمله وبيقول له انا من غيرك ما كنتش هعرف الحقهم، شكرا ليك وانا اسف على اللي قلته. ماتياس بيقول له لا لا ولا يهمك عادي. بيساله بعدها على الملك القديم وايه سبب وفاته. الدكتور بيقول له انه مات فجاه ومحدش كان عارف السبب. ماتياس بيستنتج اللي بيحصل وشكل فيه شطان في الموضوع. بيروحوا بعدها على اوضه كده وبيرتاحوا من اللي حصل لهم. بيتفقوا انهم بكره هيروحوا للدماس والكل بيتحمس. بيناموا فعلا وبيجازوا الصبح علشان يدخلوا الدماس. بيخلصوا على كل الوحوش اللي فيه تقريبا وبعدين بيرجعوا على النقابه. البنت اللي واقفه هناك بتتصدم وحرفيا ما كانتش عارفه تقول لهم ايه. بتسال ماتياس على اللي حصل وبيقول لها ان هو ما عملش حاجه، البنات قتلت الوحش وهو كان بيساعد مش اكتر. البنت بعدها بتقول له تمام. بتبعت رساله للملك وبتعرفه باللي حصل، وماتياس طبعا بياخد باله وبتقول له البنات ديت عباره عن وحوش، اما ماتياس فهو مساعد ليهم مش اكتر. الملك بتوصل له الرساله وشكله مش ناوي لهم على خير. بعدها العيال بيروحوا علشان
ياكلوا ويحتفلوا بانجازاتهم، بس ماتياس لاحظ ان في ناس بتراقبهم، وشكل الملك بدا في تحركاته وشكلها تولع من هنا يا معلم. بعدها ماتياس بيدخل من طريق تاني كده وبيفعل تقنيه التخاطر، بيعرف البنات ان في ناس بتراقبهم وبيقول لهم الاتي: احنا هنعمل تعويذه اخفاء علشان نشوف رد فعلهم الاول، ولو ما عجبوناش هنضربهم. بيختفوا من المكان فعلا، واللي بيراقبوهم بيتصدموا، بيبصوا في كل حته ولكن مالهمش اثر. وقتها ماتياس بيطلع من وراهم وبيقول لهم: معلش بس انا عاوز اروح، عارفين انا قاعد فين؟ فقالوا له: ايوه. ماتياس قال لهم: بتراقبونا يعني؟ العصابه بتتعصب وبتمسك ماتياس وبتربطه. واتاري البنت في النقابه كانت كاتبه ان ماتياس اضعف واحد فيهم، وهم صدقوا. الواد ما صدق واستغلهم وقعد يمثل انه رهينه. العصابه بتهدد البنات بيه وبيقولوا لهم: لو انتم خايفين عليه فلازم تنفذوا اوامر الملك. بالراحه عليهم يا ايريس علشان ما تموتهمش. حاضر. وهب واحده اتنين تلاته البنت خلصت عليهم كلهم. ماتياس بعدها بيعمل تعويذه التتبع عليهم علشان يعرف مكان الملك. تاني يوم بقى العيال بتفوق على رساله من مدير المدرسه، بينزلوا تحت كده في الدماس علشان يقابلوا ضابط عسكري هو بعته. ومختصر الكلام: الملك او حاكم المملكه بيامر ماتياس انه يقبض على ملك المدينه ديت بسبب خيانته وسوء تصرفه مع شعبه. ماتياس بيقتنع وبيقول له: انا كنت ناوي له اصلا. بيروح الاربعه مع الضابط على قصر الملك وبيستعدوا للاقتحام. الملك كان مخلي جنود كتيره تستناهم ومستنيهم يدخلوا علشان يقتلهم. ماتياس بيفهم خطه الملك وبيعرف انه عامل له كمينه علشان يقتله. متخيل بعد ما عرف ان هو هيهرب او هيلف من وراهم يا صديقي؟ لا والله. ماتياس بيقتحم المكان من البوابه الرئيسيه وبيصدم الكل. حراس القصر والناس كلها بتضربه، بس لوري بتحميهم. بعدها ماتياس بيفعل قوته وهوب بيخلص على كل اللي واقف. عظمه على عظمه قوي. بيفتح لهم بعدها ممر الملك السري وبينزلوا عليه علشان يكلبشوه. كان قاعد تحت ومفكر ان جنوده خلصوا على ماتياس، بس بوم ماتياس بيدخل عليه وبيصدمه. الملك كان مفخخ المكان بعدات تانيه من الجنود، ولكن اتهزموا برضه. مش عارف ايه الملك العره ده والله. الظابط بيقول له: انا جاي علشان اقبض عليك بسبب افعالك. الملك كان عمال يتوه وقال لهم الاتي: لو انا حصل لي حاجه ففي حاجات مش كويسه هتحصل لاهل القريه، اللهم بلغت اللهم فاشهد. ماتياس بيقول له تمام وبيخليه يغمى عليه. بيروح بعدها على النار كده وبيلاقي رساله جواها، ومقتضاها ان الملك ده كان متعاون مع الشياطين وهم زودوه بمعلومات علشان يحمي نفسه بالجنود اللي زي قلتها ديت. بس ايه فايده الشياطين منه؟ ماتياس بيستنتج اللي بيحصل. بيعرف ان الشياطين عاوز وريد التنين اللي في المدينه، فلو اخدوه هيعرفوا يلغوا الحاجز على المملكه ويعملوا انفجار هيقتل كل اللي فيها. الظابط بعدها بيترعب من اللي بيعرفه وبيقرر يرجع على الملك ويعرفه بكل حاجه، ولكن هوب فجاه هزه ارضيه خلت الكل يتصدم وترعبوا منها. الشياطين لعبت في وريد التنين وخلت جيش من الوحوش يهجم على المدينه، وشكلها هتقلب مجزره. ماتياس بيخليهم يهدوا وبيقول لهم الوحوش قدامها ساعتين لحد لما توصل هنا، احنا لازم نظبط الدنيا في الساعتين دولي. بيعملوا خطه فعلا وبيبداوا ينفذوها. بيوصلوا على مكان وريد التنين وبيلاحظوا اللي بيحصل، في شيطانه عمال بيتلاعب بيه وبيخلي الوحوش تهجم. لوري بتبدا تلغي تحكمه وماتياس بيسيبها وبيروح على الشيطان. اما الما وايرس فكانوا بيحموا لوري من اي هجوم وبيقتلوا في الوحوش اللي جنبهم. ماتياس بيقول للشيطان: بقى انت بقى اللي بتعمل كل ده؟ الشيطان بيرد عليه وبيقول له: ايوه. ماتياس بيهجم عليه بسرعه ولكن الشيطان بيصدها. واتارين فعل حاجز كده بينفجر اذا اي حد حاول يهجم عليه. ماتياس بياخد باله من الوضع وبيعرف ان الشيطان ده مش عادي، لا ده اقوى من اي شيطان واجهه قبل كده. بيلاحظ بعدها ان الشيطان هادي وبيعرف ان في حد تاني بيوجهه، وفعلا بيتاكد من اللي بيحصل. بيعمل تعويذه التنصت عليهم وبيسمع الكلام ما بينه وما بين الشيطان اللي بيوجهه، والظاهر ان الشيطان ده بيخدم واحد تاني اقوى منه بمراحل، وشكل الموضوع مش في صالحك يا ماتياس. يا ترى هتعمل ايه؟ الشيطان بيستغل الوضع وبيبدا في الهجوم على ماتياس من بعيد، والواد بيتفادى هجومه بصعوبه. ماتياس بعدها بيعمل تعويذه التخطر وبيكلم لوري وبيقول لها: انا عاوزك تجهزي لي التعويذتين دولي. وقال لها على التعويذ بارقام علشان لو حد بيتصنت عليهم ما يفهمش. لوري بتفهم الوضع وبتبدا تجهزهم فعلا. ماتياس بيبدا في الهجوم على الشيطان والتاني بيهاجمه من بعيد، بس بيخلي لوري تعمل اول تعويذه وبعدين بيهجم على الشيطان تاني. الشيطان بيستدرجه الفخ كده وهو عامله، بس بوم بيتلغى بسبب تعويذه لوري، بيخليها بعدها تعمل التعويذه التانيه. الشيطان بيفقد الاتصال مع الرئيس بتاعه. يا ولاد اللعيبه. الشيطان بعدها بيرتبك كده وماتياس ما بيرحموش، بيهجم عليه بس الحاجز بتاعه موجود ومش هيعرف يصيبه، ولكن بوم مره واحده ماتياس كان عند الشيطان وبيلغي في الحاجز بتاعه. الا هو ايه اللي بيحصل؟ واتاري ان الحاجز علشان يصد كل هجوم بيحتاج لنص ثانيه علشان يتفعل، وماتياس استغل الفرصه وهجم على الشيطان في الوقت ما بين الهجمتين ولغى الحاجز بتاعه بكل سهوله. يا ابن اللعيبه. الشيطان بعدها ما عادش قدامه غير تعويذه التضحيه، بيفعلها علشان يقتلوا بيها. بس على نفسك يالا. ماتياس بيطير
بتغير دماغه في لمح البصر. لوري هي كمان بتنجح تلغي تحكمه من وريد التنين، والوحوش بتختفي من قدام المدينة. ماتياس بعدها بيحاول يعرف مكان الشيطان اللي كان بيوجهه ولكن ما بيلاقيهوش. بعدها الشيطان بيكلم ماتياس وبيقوله مش هتعرف تلاقيني، ما تدورش عليا. ماتياس بيتصدم منه ولكن بيعرف انه غير كل اللي قابلهم قبل كده. الشيطان بعدها بيقوله جاهز علشان نهايتك هتكون على ايدي، وبعدين بيتقطع الاتصال ومن هنا هتبدأ المدعكة. بعدها بشوية ماتياس بيجمع البنات وبيحكي لهم على اللي حصل. بيقول لهم الشيطان ده كان ليه طاقة سحرية كبيرة جدا، وانا سجلت الطاقة دي في بلورة علشان اعرف احدد مكانه. ألما بتستغرب وبتسأله ازاي هيقدروا يوصلوا له. ماتياس بيقول لها على الطريقة، وان في اداة سحرية عتيقة تعرف تحدد مكانه، وطبعا هو اللي كان مخترعها في حياته السابقة. بس علشان يوصلوا المكان الاداة ديت لازم يعدوا حدود المملكة اللي هم فيها، ومحتاجين اذن الملك لكده. بيرجعوا على المدينة بتاعتهم تاني علشان ياخدوا اذن الملك، وبيقابلوا المدير هناك، والظاهر انه بدأ يطور من نفسه ويعمل مدرسة كبيرة حبتين. بيحكوا له على الوضع وبيكلم الملك علشان ياخد منه التوصية ويعدوا الحدود من غير مشاكل. بياخدوا الرسالة فعلا وبيودعوا المدير وبيمشوا. بيوصلوا اخيرا على المملكة المجاورة واسمها مملكة راديا. بيعدوا من خلال البوابة فعلا وبيبدأوا يستكشفوا المنطقة، والأداة اللي هم رايحينها صعبة شوية، فعلشان توصل للمكان بتاعها لازم تكون رتبتك السحرية هي ايه او اعلى. بس ازاي هيوصلوا للرتبة ديت وهم لسه داخلين البلد اصلا؟ ماتياس بيقرر يروح على النقابة ويعمل الاختبار، ولو نجحوا هياخدوا الرتبة بسهولة، اما لو ما نجحوش فيخلي ايريس تمثل انها تنين بيهاجمهم ويمثلوا انهم بيحاربوها ويروحوا على هناك. لا ذكي يا ابني ما شاء الله. بيوصلوا على النقابة فعلا وبيكون صاحبها متعاون جدا وبيوافق يعمل لهم الاختبار. بس فجأة وهم واقفين كده بيدخل عليهم واحد تاني اسمه غيل، واتضح انه جاي هنا بعد ما سمع بماتياس علشان يكون مقيمه في الاختبار. ماتياس بيلاحظ قوته وبيعرف انه مش شخص عادي. صاحب النقابة كان بيقول له انت اللي جايبك، ما ينفعش انت اللي تواجههم. بس ماتياس بيقول له لا ما تقلقش سيبه، وبيطلع الاثنين بعدها على الحلبة وبيستعدوا للقتال. غيل بيقول للبنات انتم الثلاثة نجحتم في الاختبار ومش مضطرين تقتلوني، هو لوحده كفاية، وشكله متحمس على الاخر. صاحب النقابة بيحكي للبنات عن غيل وبيقول لهم انه ما خسرش في مباراة قبل كده، بس البنات ما بتتصدمش عادي وبتقول له يبقى اول مرة يخسر النهاردة. وفعلا غيل بيبدأ في الهجوم على ماتياس والواد قوته كبيرة جدا. ماتياس كان بيصد هجماته وبيحللها وشكله بدأ ينبهر بيه. غيل بيستوعب مهارات ماتياس وبدأ يستخدم الطفو في السماء هو كمان. بيهجم على ماتياس بعدها بكل قوته ومفكروا انه كده خلاص هزمه، بس انت عبيط يا ابني، ماتياس ما بيكونش حصل له حاجة. بيهجم عليه بعدها وهوب بيطيروا في الجدار. قال ايه نفسه قال. غيل بعدها بيعرف فرق المهارات ما بينهم، بيسأل ماتياس وبيقول له ازاي اكون جامد زيك. ماتياس بيطلع له كتاب كده للتعويذ هو مألفه وبيقول له لو اتعلمته محدش هيهزمك. الواد بيتحمس كده وبيقول له تمام. بيطلعوا بعدها بقى علشان يروحوا على مكان الأداة، ولكن غيل بيحذرهم بيقول لهم خدوا بالكم من المنطقة اللي هناك علشان هي لبش وفي ناس كتيرة راحت وما رجعتش تاني، ولو حسيتم بحاجة كلموني وانا هاجيلكم في ثواني. ماتياس بيقول له تمام وبيشكره ويمشي. بيوصلوا على مدخل المدينة فعلا والحراس هناك بيوقفوهم، بيشوفوا رخصة النقابة بتاعتهم وبعدين بيقول لهم كملوا طريقكم عادي. ماتياس بيشك فيهم وفعلا شكه كان في محله. الحراس استخدموا تعويذ التشفير على الرخصة وكتبوا رسالة بقتلهم. بيحس ماتياس بعدها ان في ناس بتراقبهم وبيعمل خطة علشان يتخلص منهم. بيدي تعويذ التنويم كده لألما ولوري علشان يخدروهم، وايريس وهو هيمثلوا انهم طعم وهيشدوا انتباه اللصوص. بيعملوا كده فعلا والمغفلين بدأوا في ضرب السهام عليهم. ايريس كانت عمالة تنضرب كده ولكن السهام ما بتعملش معاها اي حاجة، اتعصبت منهم وراحت علشان تضربهم، بس ماتياس منعها وقال لها احنا هننيمهم بس. وفعلا المولوري بيعملوا التعويذ عليهم والكل بيغط في سبات عميق، ده حتى المولوري نسوا يحموا نفسهم وناموا معاهم. ده ايه الحلاوه ديت؟ ماتياس بعدها بيصحيهم من النوم، وايريس كانت استغلت الموقف ورسمت على وش الما وشكلها واخده الموضوع هزار باين. بيوصلوا على بوابه المدينه وبيبداوا يفحصوها. ماتياس بعدها بيستكشف اللي جواها وبيعرف الخطر اللي هم فيه، وده لان المدينه هنا فيها 30 شيطان وهم اللي بيحكموها. بيكتشف بعدها ممر سري كده وبيدخلوا جواه. بيتسحبوا علشان يوصلوا على مركز المدينه، ولكن كان في شيطان كده بيحرس المكان. ماتياس بيعمل تعويذه كده وبيروح عليه وبيخدره. بيتسحبوا بعدها من قدامه وبيتجهوا الى مركز المدينه. بيلاقوا الناس اللي هناك مش في وعيها، والظاهر انه تم التلاعب بيهم. ماتياس بيوقف واحد منهم كده وبيكتشف اللي بيحصل. بيروحوا بعدها على مكان تجمع الناس علشان يعرفوا ايه اللي بتعمله الشياطين ديت. ماتياس والفريق بيعملوا تعويذه دفاعيه علشان ما يتصابوش زي الناس. بيدخلوا وسطهم وبيمثلوا انهم زيهم ومحدش بيحس بحاجه. بيشوفوا المعادن اللي بيلموها جوه وبيفهموا كل حاجه. الشياطين بتجمع المعادن الثمينه وبتخزنها لعمل قنبله نوويه، وبيتحكموا في البشر
البشر زي العبيد علشان ما يتعبوش نفسهم. المولوري بيتعصبوا منهم وبيقرروا يخلصوا المدينة ديت من شر الشياطين والحاو اللي فيها، بس ازاي هيعملوا كده وال30 شيطان شغالين مع بعض؟ ماتياس بيقول لهم سيبوا الموضوع ده عليا، وبيعمل خطة تشتتهم. وبالفعل اشارة سحرية بتظهر في نص المدينة والشياطين بتاخد بالها، بيجروا على مكان الطاقة وبيتواصلوا مع بعض وبيعرفوا الباقي. بيوصل اول شيطانين هناك وبيلاقوا ايريس قدامهم لسه هيقتلوها، وهوب ماتياس من وراهم بيشقهم نصين. الشياطين بتصوت وبتستغيث بحد يلحقهم. شوية كمان بيروحوا على المكان، ولكن هوب قنابل سحرية بتتفجر فيهم ومحدش عارف مصدرها. واللي حصل بقى كالاتي، ماتياس اظهر طاقة ايريس السحرية لشد انتباه الاعداء في الاول، واللي بيوصل عند ايريس بيخلص عليه في ثواني، والتواصل ما بينهم هيتقلب ضدهم. المولوري هما كمان بيخفوا وجودهم السحري وبيحدفوا الشياطين ببلورات سحرية كده علشان الشياطين تفكر ان في كمان افخاخ معمولة لهم، وماتياس من وراهم كلهم بيخلص عليهم. الشياطين بدأت في الاهتياج وماتياس مش رحمهم، بيخلص على 22 واحد منهم، والزعيم بتاعهم بدأ يقلق، بيجمع شتات نفسه كده وبيفهم الخطة. بيندى على باقي الشياطين علشان تتجمع، بيقول لهم احنا لازم نفجر المدينة علشان نخلص من الاعداء. بيقترح عليهم يفجروا المدينة بالقنابل اللي عملوها، والشياطين طبعا بتوافق. لسه هيمشوا بوم واحد منهم بيتقتل، والمفاجأة ده مش ماتياس، لا ده غير اللي جاي هنا علشان يساعدهم. ماتياس بيشوفه بعدها وبيفرح بمجيه، بيخلص على كل الشياطين الضعيفه كده بسرعه وبيسيب له القائد. غير اللي بيتحمس وبيقول لماتياس ما تتدخلش في القتال. قائد الشياطين بيتعصب وبيقول له جهز علشان هتموت. الاثنين بيشتعلوا من الحماس وبيهجموا على بعض بقوه وسرعه لا تصدق، والظاهر ان غل اتطور من اخر مره كان مع ماتياس. بتستمر الضربات ما بين الاثنين، وحرفيا غل بيجيب اخره. بتشرق الشمس على الهجوم الاخير للاثنين، والفائز غل. ده ايه الحلاوه ديت يا ابني؟ ماتياس بيجري عليه بعدها وبيهنيه على انتصاره، وغل وقتها كان متكسر عظمه بس ميت من الفرحه علشان هزم الشيطان. ولكن مره واحده الشيطان بيقوم تاني وعينه بتتلون بالاحمر، بيهجم عليهم ولكن ماتياس بيصد الهجمه. هو ايه اللي بيحصل؟ الشيطان بعد كده بيكلمهم بصوت تاني، بيقول لي ماتياس الختم بتاعي قرب يتكسر، وهطلع وهقتلكم كلكم. وبعدها جثه الشيطان بتتلاشى وبتختفي من المكان كله. ماتياس وقتها بيعرف ان ده نفس الشيطان اللي كلمه قبل كده، وبدا يحس بخطورته. بيعالجوا غل بعدها وبترجع له قوته تاني. اهل المدينه بتتلم بعد ما بيرجع لهم وعيهم، وماتياس ما بيكونش عارف هيعمل معاهم ايه. غل بيقول له سيب الموضوع ده عليا. بينده على رئيس نقابه المدينه ديت وبيعينه الملك، وبعدين بيقول لهم يلا نمشي. ده ايه اللي عملته يعني؟ دماغ متكلفه باين. المهم ماتياس بيودع غل وبيتجه اخيرا الى مكان الاداه، بيجتاز الطرق واخيرا بيوصل على مكانها. بيستخدم قوته على الباب بتاعها كده وبيفتحه. بينزلوا على مكان الاداه اخيرا، وبتكون كبيره جدا. ماتياس بعدها بيطلع بتاعها كده كان اخدها من الشيطان اللي مات، علشان يتاكد اذا كان الشيطان اللي اتحكم فيه هو نفس الشيطان بتاع مدينه ميلكيا. بيشغل الاداه وبيطلع هو نفسه فعلا. بعدها ماتياس بيطلع الحجر السحري اللي خزن فيه طاقته وبيحطه على الاداه علشان يعرف هويه الشيطان ومكانه، وهوب الاداه بتتلون بالاحمر، وده معناه ان العدو قوي بشكل لا يوصف. شكل وطاقه العدو بتظهر قدامهم، واسمه زاردياس، وده شيطان من اقوى الشياطين في العالم، او يمكن هو اقوى واحد دلوقتي. ماتياس وقتها اول مره بيحس بالخطر، بيقول احنا بطاقتنا ديت مستحيل اننا نقدر نهزمه، بس ازاي هنواجه واحد زيه؟ لو استخبينا واتدربنا ل 100 سنه وقتها ممكن نقتله، بس كده هنسيب الحضاره ديت وكل البشريه تموت على ايده. طاقه الشيطان فاقت الوصف وكل توقعات ماتياس. يا ترى ايه اللي هتعمله دلوقتي؟ ايريس بعدها بتكسر ادوات كده موجوده في الاطلال قدام ماتياس. الواد بعد ما بيشوفها بتخطر على باله فكره يمكن يقدروا بيها يهزموا الشيطان. بياخد سيف كده من ايريس وبيحطه على الجهاز، وده علشان يبحث عن سيف معين كده كان صنعه في حياته قبل كده، والسيف ده هيديله القوه اللي هيقدر يواجه بيها زاردياس. بيعرف مكان السيف فعلا وبيقرر يروح علشان ياخده، والمفاجاه انه في نفس المملكه بتاعته اصلا، وشكل واحد جاب السيف هناك لما كانوا في رحلاتهم. بيركبوا بعدها على ظهر ايريس وبيتجهوا بسرعه الى العاصمه الملكيه، ولكن في الوقت ده الختم على زاردياس بيتفك وبيستعد خلاص علشان يقتلهم. ماتياس بيلاحظ اشارته السحريه وبيعرف انه خلاص جاي عليهم. بيطلب من المولوري يجيبوا له السيف وهو يحاول يعطله باي طريقه. البنات بتقول له تمام وكانت قلقانه عليه جدا. بيوصلوا اخيرا على المملكه وبيجروا على الخزينه علشان ياخدوا السيف بسرعه. في الوقت ده ماتياس كان بدا يجهز تعويذ مضاده علشان يكسب بيها وقت ضد زاردياس، فهل يا ترى هيعرف ولا دي هتكون نهايه البشريه؟ المولوري بيكملوا طريقهم للخزنه وبيلاحظوا وصول الشيطان. بيبصوا كده على مكانه وبيلاقوا ماتياس بيهجم عليه بسرعه علشان يختمه، ولكن زاردياس ما بيتاثرش ولا بيحصل له حاجه. ماتياس بيخلي ايريس تهجم عليه بنفس التنين والهجمه بتصيبه فعلا، ولكن للاسف زاردياس ما بيتاثرش ولا بيتخدش حتى، قوته في ليفل تاني عن البقيه. بيشق الابعاد وبيطلع سيفه وبيقول لماتياس يلا
هات لي اخرك. بيهجم على ايريس بسرعه والبنت بتتفادى الهجوم بعجوبه، والشعب كله كان حس بالخطر وطلعوا علشان يتفرجوا. وفي الوقت ده الما ولوري بيوصلوا على الخزينه اخيرا، ولكن الحراس بيمنعوهم. لوري لسه هتعدي بالقوه بتلاقي الملك وراهم بيامر الجنود يسيبوهم يدخلوا، والعيال بتفرح. في نفس الوقت ده ماتياس كان بيحاول يصد هجمات زاردياس ولكن مش ملاحق، الاثنين بيتحركوا بسرعه ليس لها مثيل. ماتياس بيتجرح كده والشيطان بيستهزئ بيه بيقول له هو ده اخرك ولا ايه؟ انا عاوزك تشد حيلك كده علشان ما نمشي منك يا ابن المستفزه. في الوقت ده كانت الما ولوري بيدوروا على السيف في الخزانه، واخيرا بيلاقوه جواها. بياخدوا السيف بسرعه وبيجروا علشان يدوه لماتياس، بس زاردياس في الوقت ده كان عارف ان ماتياس بيحمي المدينه وبيخطط لحاجه، فقرر يهجم عليها ويقتلهم قبل ما ماتياس يكمل خطته. ماتياس بيحاول يصد هجماته ومبقاش عارف يدافع ولا يهاجم. زاردياس بعدها بيضحك عليه وبيقول له انت حاطط حاجز على المدينه علشان تحمي الناس من الشياطين اللي بره، بس انت مش هتعرف تحميهم من اللي جوه. وفعلا الشيطان اللي ماتياس هزمه في الاول بيكون صاحي وجاهز علشان يقتل الما ولوري، بس الما بتضربه بالاسهم بتاعها ولوري بتخلص عليه بضربه واحده، ويجروا بقى علشان تلحقوا ماتياس بسرعه. بس فجاه شيطان تاني بيظهر وبيقول لهم سلموني السيف بسرعه، البنات ما بترضاش تسلموا حاجه، فبيهددهم انه هيقتل الطلاب دول لو ما سمعوش الكلام. البنات ما بتعرفش تعمل حاجه وشكلها دي النهايه ولا ايه يا صديقي؟ في نفس الوقت ده كان زاردياس بيشرح لماتياس اللي حصل، وانه عمل تعويذه احياء للشياطين دولي واللي كان ماتياس قتلهم في الاول، وبيهجم بعدها على المدينه، بس ماتياس بيصدها، فبيلاقي بيضرب على ايريس بيصدها برضه، بيضربه هو بعدها وماتياس بيتجرح وما عادش عارف يعمل حاجه. المولوري في الوقت ده بتستسلم وبتحط الاسلحه على الارض علشان الطلاب ما تموتش. الشيطان هو كمان بيتقدم علشان ياخدهم، وخلاص شكلها دي النهايه. ولكن مره واحده المدير وباقي الطلاب بيضربوا الشيطان. لوري بتستغل الفرصه وبتلغي تحكمه على الاثنين الرهاين، الما هي كمان بتضربه والوضع خلاص بقى تحت السيطره. في نفس الوقت ده الشيطان كان بيهجم على ماتياس ومش سايب له فرصه نهائي. ماتياس خلاص كان بيجيب اخره، بس راهن بكل قوته المتبقيه على الما ولوري. الشيطان بيضرب ماتياس وايريس والبنت بتوع على الارض كده. الما ولوري بيوصلوا على مكانها، البنت بتحدف السيف بسرعه لماتياس وبيمسكه فعلا، بس الشيطان بيستغل انه بيديله ظهره وبيشق قلبه بالسيف بتاعه. ماتياس بيقع خلاص ميت، ولوري مش قادره تستحمل المنظر بتعيط على اخرها وبتنده باسمه، وهوب طاقته بتشتعل تاني وبيطير على الشيطان علشان يقتله. الشيطان بيقول له ازاي كده؟ انا متاكد اني شقيت قلبك. ماتياس بيقول له انت قتلتني فعلا، بس ده كان الشرط علشان السيف ده يتفعل، ولما اللي ماسك السيف ده بيموت بيعاد احياءه تاني ولكن بقوه جباره. وعلى فكره انا اللي سبتك تقتلني. الشيطان بعدها بيتعصب وبيحاول يهجم عليه، بس اخرك فاضي يالا. ماتياس بعدها بيفوق له وبينزل عليه بتقله وعلى وضعك يا ماتياس يا جامد. الشيطان بعدها بيموت وبيختفي من الوجود، وماتياس اخيرا انتصر في القتال. بينزل بعدها على الارض ولوري بتجري عليه وبتحضنه بتقول له خوفتني عليك يا عم، الحمد لله انك كويس. ماتياس وشه بيحمر كده والجرح بيتفتح تاني، بس المره دي بسبب الحب يا صديقي مش متضربه ولا حاجه. والمدير بعدها بيروح عليه وبيشكره، والوضع بقى تحت السيطره. بيرجعوا بعدين على البيت وبيرتاحوا، والملك بيبعت لهم تاني يوم علشان يكافئهم. خلصت خزنه المملكه يا ابني انت ومكافاتك. البنات بتفرح والدنيا بقت فل وروقان على الاخر. بيروحوا بعدين بقى على مكان مخصص بالكنوز وبيلاقوا حاجات قيمه جدا هناك بياخدوها. ايريس بتختار جوهره كده هي كمان وبتاخدها. لوري بقى كانت واقفه كده ومحروقه. الما بعدها بتروح على ماتياس وبتوشوشه، فالواد وشه بيقلب كده وبعدين بيمشوا. بالليل بقى ماتياس بينده على لوري بياخدها كده تحت القمر علشان الرومانسيه، بيقول لها غمضي عينيكي، والبنت بتغمض بتكون مفكراها هي، بس ماتياس محترم هو بيلبسها قلاده كده وخلاص. لوري بتفتح عينيها وبتشوفها وكانت في قمه السعاده، وبتقول انا فرحانه جدا علشان اخدت هديه منك، فبيقول لها واللي جاي احسن، وبتطلع الشمس عليهم. وبس لحد هنا بيخلص الانمي بتاعنا. لو عجبك يا صديقي ما تنساش اللايك والاشتراك، وتكتب لي بقى تعليق حلو كده شبهك، وهحط لك رابط قناتي الجديده كمان في اول تعليق مثبت. ما تنساش تشترك فيها بقى علشان احبك، ويلا يا عم سلام سلام سلام.